المعلومة الثانية الصورة تراها عن 1000 كلمة. الصورة وما أدراك ما الصورة. شوفوا هذه الصورة مثلا كيف هزت وجدان العالم. لو نقعد نتكلم عن مدري إيش وكذا، ولكن هذه الطفلة إيلان وقصتها الطويلة فعلا هزت وجدان العالم. الصورة مؤثرة بدرجة كبيرة. الصورة سر نجاح 70% من التغريدات. إذا كان عندك تغريدة في تويتر حط معها صورة، مستوى النجاح احتماليته أعلى بدرجة كبيرة. وهذه بعض الدراسات الدقيقة التي تعطيك فعلا إيش تسوي الصورة. لو كتبت تغريدة ما حطيت معها صورة، خلينا نقول كم جاك مثلا رتويت؟ 10. لو حطيت معها صورة، دراسات تويتر وليس أحد آخر يقولون التفاعل يزيد 150%. يعني لو جاك 10 رتويت بيجيك كم؟ 25 رتويت، الضعف زايد 50%. فهذا كله بفضل وبقوة الصورة. فهذه إذن تزيد نسبة إعادة التغريد الرتويت 150%. الثانية نسبة التفضيل إذا في صورة تزيد إلى نسبة 89%، وبعدها الكليك اللي هي الضغط على نفسه واللي هي النقر 18%. إذن هذه كلها يقول لك إذا حطيت صورة ترى قاعد ترتفع نسبة المشاهدة أو نسبة احتمالية إعادة التغريد. وبهذا الشكل إذا ركزوا على الصورة